لكل مدينة خصوصيتها وقدرتها على احتضان الوافدين إليها، ولحلب سحرها في انتزاع الحب والإعجاب، فكانت عبر تاريخها الممتد مبعث الإعجاب وملاذ القوافي الساحرة. تحكي عنها موائدها، أعراسها، حماماتها، مساجدها وقلعتها. لا عجب إن سحرت ألباب شعراء الوافدين والمقيمين بسحرها وجمالها ومعالمها. حلب تغنى بها أبناؤها قديما وحديثا، وحفرت سحرها وفتنتها في قوافي الشعراء العرب المعاصرين، هؤلاء الشعراء الذين وفدوا إليها في مناسبات وطنية وقومية واجتماعية مختلفة، ولكنهم لم يستطيعوا تجاوزها وإدارة الظهر عنها، بل كانت ملهمة لهم بأبدع القصائد وأجملها. هذه القصائد التي تناثرت في الدواوين وكتب الدراسات والصحف والمدن الملهمة للإبداع، وفي مقدمتها حلب ودمشق، تبرز العلاقة بين الإبداع وجلال المكان وما يحويه من منشطات تثير قريحة المبدعين. حلب تملك هذه القدرة، فاقترب منها الشعراء وغازلوها إعجابا وحبا، فلم يخفوا بهجتهم وسرورهم. فالشاعر الدكتور حسن إسماعيل من مصر أطلق لشعره العنان قائلا: إني أحب حبيبتي حلبة، والشوق يشعل مهجتي لهبة، شهباء يا أملا يراودني، أشعلت في آفاقنا الشهبة، شهباء يا فلا يعطرني، وأريجه المعطار كم سكبا، فلديك يحيى الفن مؤتلقا، أحييت فينا الشعر والأدب، أمجادك التاريخ خلى أسفاره قرأت لنا العجبا. وقال الشاعر اللبناني المغترب لياس فرحات، وقد سمى حلب كعبة الشعر، فقال مشيدا بها وبالمتنبي: يا أبا الطيب في الشهباء من روحك نار، لم يزل منها على أرواحنا يهوي شرار، كؤوس الشهباء ما زالت على الناس تدار، وهي من شعرك فيها لا من الكرم العقار، يا بني الشهباء يا من بأبي الشعر استناروا داركم في دورة التاريخ للأمجاد دار، أي عصر ما لها فيه نمو وازدهار، أي حرب ما لكم فيها بلاء وانتصار، لم يزل منها على أرواحنا يهوي شرار، كؤوس الشهباء ما زالت على الناس تدار، وهي من شعرك فيها لا من الكرم العقار، يا بني الشهباء يا من يأبى الشعر استناروا داركم في دورة التاريخ للأمجاد داروا، أي عصر ما لها فيه نمو وازدهار، أي حرب ما لكم فيها بلاء وانتصار. فالشعراء قرأوا الماضي واستحضروا الأمجاد والشعراء والفن، فكانت مبعث إلهامهم الشعري الجميل في هذه المدينة التي ما زالت تجود بالحب والعطاء. وهناك الكثير من القصائد التي أوحت بها حلب للشعراء العرب، فخليل مطران في زيارته إلى حلب قال: أي هذه الشهباء والحسن في ذلك الشهب، حبذا في ثراك ما فيه من عنصر الشهب، ذلك العنصر الذي ظل حرا ولم يشب، عنصرا قد أصاب منه ابن حمدان ما أحب، وبه أحمد ارتقى ذروة الشعر في العربي. هذه حلب ملهمة المبدعين، وسحر فاتن لأعين وأفئدة الزائرين، وشعر ثري يعبق بقيم الخير والحب والجمال. حلب الشهباء.